السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من أكاديمية بي برو تريدر، وفيديو مقدم برعاية شركة أمانة كابيتال. في النهاردة أو في فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون فيديو مختصر هنركز فيه على تحليل الذهب وتحليل الداكس 30 والمؤشر الرئيسي للبورصة الألمانية بإذن الله. بداية الذهب طبعا شفنا له صعود قوي جدا نتيجة لانه اكبر الملاذات الامنة، خاصة مع مشاكل فيروس كورونا ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فبالتالي كان عندنا تركيز كبير جدا على الملاذات سواء الذهب او الين. شفنا الذهب في صعود كبير جدا، استهدف وصل لمستويات 1589. احنا السيناريو الاخير بتاعنا بالنسبة للذهب كنا متوقعين للصعود الحمد لله كما حدث خلال الايام الماضيه او خلال الجلسات الماضيه. اعتقد ان الذهب صعوده هيكون عند لحد مستويات 1610. حاليا احنا باختراق مستوى 1587 والقمه الاخيره اللي تم الهبوط بعدها، فاعتقد ان احنا نستهدف ان شاء الله مستويات 1610 وهي القمه اللي حصلت مع المشاكل بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، فبالتالي اتوقع استمرار صعود الذهب خاصه مع استمرار مشاكل فيروس كورونا اعلان انه وباء عالمي، وفي نفس الوقت ما زالت منتظرين ردود الافعال على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يوم 31، واللي هيحصل بعد كده وخطة بريطانيا للتعامل مع الموقف هتكون عاملة ازاي. فكل ده هيخلي شهية المخاطرة منخفضة نوعا ما، وبالتالي هيدفع الذهب للصعود خلال الفترة اللي جاية. حاليا بالنسبة للفرص اللي ممكن نكونها، ممكن الدخول مع افتتاح السوق ما دام احنا ما زلنا اعلى مستويات 1587 بوقف خساره اسفل مستويات 1580 لاستهداف مستويات 1610. اللي موجود معانا من في الدخول من مستويات 1560 تقريبا، فاعتقد ان احنا على ربح كويس، ممكن نقدم الستوب بتاعنا الدخول ونستكمل اهدافنا ان شاء الله الهدف الاخير عند مستويات 1610، وكمان ممكن نقفل جزء من العود. لكن ما فيش كلام كتير نقدر نقوله على الذهب خلال الفترة الحالية غير الصفقة اللي اتكلمنا عليها بإيقاف 1580 وهدف عند 1610 إن شاء الله. بالنسبة للداكس 30، الداكس 30 احنا كان تحليلنا ليه كان صاعد، لكن للأسف ضرب لنا ستوب بعد ما اتحرك في اتجاهنا من مستوى 13427 حتى مستوى 13640 تقريبا، يعني بنتكلم حوالي 200 او 220 نقطة في صالحنا الحمد لله. لكن اللي ما نقلش ستوب بعد الدخول فهو للأسف الداكس رجع هبط مرة أخرى وضرب لنا ستوب وهبط مرة أخرى لحد السفلي للمناطق اللي كنا معتبرينها إن هي مناطق إعادة تجميع. طيب الوضع الحالي بيشير بعد الهبوط القوي اللي حصل ده إن ممكن يحصل لنا إعادة تصريف داخل المستويات الحالية مع نموذج أبس راست اللي حصل بعد الاختراق الوهمي لمناطق إعادة التجميع أو إعادة أو لمناطق التصريف، وبالتالي ممكن نشوف هبوط قوي جدا على الداكس خلال الفترة اللي جاية. لكن كل ده هيكون مرهون بمتابعة الداكس 30 بإذن الله. احنا ننتظر كسر اولا مستويات ال 12926 والاغلاق عليها والاغلاق اسفلها عفوا، ساعتها ممكن نستهدف مستويات ال 11911. لكن طول ما احنا في الاتجاه العرضي فمش هيكون عندنا اي فرص خلال الفترة اللي جاية. احنا هنتابع الداكس 30 بإذن الله، هنشوف تعامله هيكون ازاي مع مستوى ال 12920، وبعدها نبتدي نقرر اذا كنا هندخل في صفقات بيعية بهدف ال 11900 ولا لا. فبالتالي زي ما قلنا لو هبط هندخل في الصفقات البيعيه، لكن استمرار التداول داخل كل المنطقه ما بين ال 11 او ما بين عفوا ال 12920 حتى مستويات ال 13 396، فكل ده هتكون تداولات عرضيه. طبعا احنا حاليا بنتداول عند دعم جيد متمثل في مستويات ال 12900 زي ما قلنا، فاللي حابب ان هو يدخل صفقه سكالبنج للمستويات الحاليه باهداف عند مستويات ال 13179 ممكن يستغل الموضوع ده، لان وقف الخساره هيكون صغير نوعا ما. لكن انا شخصيا يعني مش هعمل كده، انا هنتظر وضوح الرؤيه بالنسبه للداكس 30 خلال الفتره اللي جايه، وبعد كده ابتدي ادخل في الفرص اللي معانا ان شاء الله. دي كانت رؤيه سريعه سواء عن الذهب او سواء عن الداكس 30 واهم الامور المتوقعه ليهم ان شاء الله، هنتابعهم مره اخرى مع بدايه تداولات الاسبوع الحالي ونبتدي ننوه وصلوا للاماكن اللي احنا محددينها باذن الله سواء للدخول او سواء بالنسبه للشراء في صفقه الذهب. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بي برو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.